السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء مرحبا بكم معايا في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. النهاردة إن شاء الله هنستكمل الكورس اللي كنا بدأناه عن الويل كومبليشن أند ورك أوفر ديزاين، وإن شاء الله النهاردة موضوعنا هيكون عن حاجة في غاية الأهمية، وهي نعم هي مش منتشرة كتير ولكن بعض الشركات بتستخدمها، وهي الجاز ليفت. الجاز ليفت يعني انا بضخ الغاز علشان اعمل ليفتنج للبير للاويل اللي موجود هنا. طيب اختصارا علشان نبتدي على طول نفهم الموضوع، فبنقول جاز ليفت involves the supply of high pressure gas to the casing tubing annulus and its injection into the tubing deep the well, so the increased gas content of the produced fluid reduces the average flowing density of the fluid in the tubing وبالتالي بيحصل increasing information draw down. طيب عشان نفهم الكلام ده بقى يا جماعه بالظبط، فواحده واحده كده. اول حاجه خالص، انا عندي البريشر اللي موجود عندي في البير اسمه البي، الريزرفوار اللي عندي تحت ليه بريشر اسمه البي ار او بريشر فور ذا ريزرفوار او ريزرفوار بريشر. ده حضرتك على ده على العمق على الدبس ده يعني. طيب حضرتك البريشر ده يقدر يوصلني لحد فين؟ يقدر يوصلني لحد الدبس ده وليكن مثلا 100 قدم، ويبقى بعد كده يبقى صفر، ويبقى بعد كده كام؟ صفر. فصفر يعني مش هيقدر ان هو حتى يوصل للسيبريتور ولا يوصل لاي حاجه من الفاسيلتيز الموجوده فوق، فمش هقدر انتج الزيت اللي موجود معايا. ده لو فرضنا ان ده الريزرفوار يعني. طيب انا بقى الريزرفوار ده عندك لما بيعدي البريشر ده خلال البرمابيليتي ويطلع لي هنا، بيكون عند البير من تحت بعد البرفات او البيرفز، يعني في حاجه اسمها البي دبليو اف او اللي هو الفلوينج بريشر بتاع اللي هو البور هول بوتوم هول الفلوينج بريشر بتاعي ده موجود تحت هنا. طيب الفلوينج بريشر ده اكيد اقل من الريزرفوار، ده طبيعي، شيء طبيعي. طيب ده البي اف دبليو اف ده اللي هو الويل بور فلوينج بريشر ده يوصلني لحد فين؟ اكشولي لو انا هنا كده ماشي على خط مستقيم هلاقيه يوصلني، البريشر ده كفيل ان هو يوصلني مثلا عند دبس وليكن 1000 قدم. طب 1000 قدم ده يعني لسه تحت الارض، ما طلعش فوق للصفر، ما طلعش للدبس اللي هو صفر فوق. طب عشان انا ارفعه لحد فوق محتاج حاجه في النص تتدخل بحيث تعدل المسار ويوصل لحد فوق، ويبقى معايا كمان والهيد بريشر اقدر ان انا اضخ من خلاله مثلا 50 او 150 بي اس اي وات ايفر على البرودكشن لاينز بتاعتي للفاسيلتيز وهكذا. بعمل الكلام ده بقى ازاي؟ هنا بقى كلمه الجاز ليفت اللي بنتكلم عليها. الجاز ليفت ده عبارة عن ان هو مجموعة من الجاز ليفت فالفز بتنزل تحت كده في حاجة اسمها سايد بوكت مندريل، بتنزل مع التيوبنج بتاعت البير، تمام كده. وحضرتك بيكون في عندك هنا من تحت باكر، وانا من الانيولوس ده بضخ جاز انجكشن، بس لازم اخد في اعتبار ان الجاز ده تكون خواصه متقاربة مع الاويل اللي موجودة، يعني تبقى الجاز اويل ريشيو بتاعته عاليه او كده، فيحصل اميسبل يعني يبقى يدوب فيه، وبالتالي يقدر يساعدني ان انا اطلع الزيت اللي موجود ده بسهوله فوق. طيب وحضرتك الانتاج بتاعي بنتج من التيوبنج بتاعتي يعني. طيب ازاي الكلام ده بقى بيحصل بالظبط؟ ان انا بضخ الغاز من هنا فبيبدا يفتح لي الفالفز هنا وهنتكلم عليها بالتفصيل، ويبدا يفتح ويحصل لي الانلودنج هنا، ويبدا يطلع لي الزيت من هنا بدل ما هو زيت تقيل بالمنظر ده، يبدا يخفف الدنست بتاعته فتبدا تطلع واحده ورا التانيه. بنقول اهو in this artificial lift method gas is continuously injected into the tubing through a gas lift valve at fixed depths على دبسات معينه and the increased يعني increased gas liquid oil ratio gas liquid ratio from the valve to the surface decreases the hydrostatic pressure gradient on the tubing. يعني حضرتك لما بقلل الجاز، لما بيزيد الجاز اويل ريشيو الجاز ليكويد ريشيو اللي موجود او الجاز اويل ريشيو اللي موجود عندي، حضرتك اللي بيحصل فبيقلل الهيدروستاتيك بريشر اللي موجود فوق، وبالتالي بيخف اللود اللي موجود على البي دبليو اف او البوتوم هول فلوينج بريشر بتاعي، وبالتالي بيزود الانفلو بتاعي من الريزرفوار الى البير، وبالتالي يقدر ان انا انتج بعد كده. بنقول the depths at which the operating gas valve can be located depend on the gas injection pressure available، بيعتمد على الجاز انجكشن بريشر الافيلابل اللي هو معايا. فبنقول the more the pressure available the deeper the injection point can be وبالتالي بنقول يعني البريشر المتاح اكتر فاقدر انزل ديبر يعني، وبالتالي اقدر انتج بشكل اكبر يعني. طيب
وبالتالي الدبث بتاع الانجكشن بوينت ده از انكريزد، فبيحصل less injection gas is required to achieve the same bottom hole pressure. وفي other valves are required، هتبقى محتاج other valves required في النص يعني عشان تعمل unloading للويل. فبنقول الجاز ليفت فالفز بقى اللي هي قايمه بالدور ده كله، في عندك انواع. ايه هم الانواع ونشوف الكاتيجوريز بتاعتهم. نقول there are two types or two basic types of gas lift in system. Number one is called continuous flow، اللي بتعمل حاجه اسمها continuous flow. والنوع الثاني اسمه intermittent flow. intermittent يعني متقطع، يعني continuous يعني مستمر. طيب ال continuous gas lift ده بقى لما تيجي تشوف كده ال continuous gas lift اهو، في عندك منه نوعين، في انيولر يعني حضرتك ما فيش هنا باكر، في عندك باكر اللي هو التيوبلر فلو يعني حضرتك بتضخ من الكيسنج يطلع لك من التيوبنج، وفي حضرتك الانيولر فلو يعني حضرتك بتفتح من التيوبنج هنا بيبقى معكوس زي ما انت شايف لتحت كده وتعمل اللودنج بتاعك وتطلعه من الكيسنج. كل حاجه هنتكلم عليها بالتفصيل. فبنقول الكونتينوس جاز ليفت ده ان موست ويلز جاز از انجكتد كونتينوسلي انتو ذا برودوسد فلويد ستريم، وبالتالي this continuous gas lift process reduces the back pressure on the formation by reduction or reducing the density، وبالتالي so the hydrostatic pressure of the bore produced fluid decreases، وبالتالي بيسمح ان البور اللي هو البوتوم هول فلوينج بريشر ان هو يقل، وبالتالي اقدر ان انا يحصل لي البرودكتيفيتي اندكس بتاعتي تبدا تزيد. طيب the design of a continuous gas lift will gas lift will consists of essentially of two parts، يعني ال design بتاع ال continuous gas lift ده بيكون من جزئين اتنين. اول حاجه determination of the performance of the well once it is unloaded and in stabilized operation. ثاني حاجه spacing and setting the pressure بتاع ال upper gas lift valves used in the unloading wells. ثالث حاجه بنتكلم ان the pressure in the annulus at injection point must be between من 50 الى 150 اكتر من البريشر الموجود في التيوبنج عشان يحصل معايا الجاز ليفت بتاعي. طيب وبالتالي بنقول the deeper the injection يعني the more the fluid. طيب ثاني نوع اسمه الانترميتنت فلو جاز ليفت، ده عباره عن ايه بقى؟ حضرتك ده بيستخدم mainly في low productivity wells and to high productivity wells with very low reservoir pressure. انا عندي ريزرفوار بريشر قليل قوي، فاللي بيحصل ان انا الفالف اللي تحت ده بضخ غاز كتير فيعمل زي السلجه فيقلل لك البوتوم بور اللي هو البريشر مره واحده، فبالتالي حضرتك لما يحصل فيحصل لك ان الريزرفوار طالما ان هو ديبليتد او قليل قوي في البريشر كده يبدا يتحفز انه ينتج تاني، واخد بالك؟ والسلجه دي تيجي طالعه مره واحده واخده الفلويد معاها لفوق. ده فكرته باختصار شديد. فبنقول الانترميتنت جاز ليفت ان ذا انترميتنت فلو سيستم fluid is allowed to accumulate and build up in the tubing جوه التيوبنج يعني at the bottom of the well يعني في اخر فالف من تحت. periodically يعني from time to time يعني بيعمل زي سلجه كده a large bubble of high pressure gas is injected into the tubing very quickly underneath the column of the fluid and the liquid column is pushed rapidly up tubing the tubing to the surface. ده اللي احنا حكينا عليه اللي هو بيعمل لك زي سلجه كبيره كده ومره واحده تضخها على السيرف يعني تطلع لك على السيرفيس فوق. فبنقول as the name implies معنى الكلام يعني the reservoir fluid is produced intermittently يعني مش continuous يعني متقطع يعني زي ما by displacing liquid slugs with high pressure injection gas. بنقول the injection gas can be controlled by time cycle controller time cycle controller or choke. وادي الصوره اللي عندنا اهو ان الفالف الاخير اللي بيبقى موجود تحت ده بيكون عندك بوكت من الغاز او بيكون بوكت من الغاز من خلاله، وبالتالي حضرتك البوكت ده بيطلع لك مره واحده هنا بيقعد يتجمع لحد ما يبقى هاي بريشر ومره واحده يبدا يتحرك فيعمل لك سلجه تطلع لك فوق وهكذا. طيب الجاز ليفت فالفز بقى يا جماعه كبريشر اوبريتد فالف، يعني ايه بريشر اوبريتد؟ يعني هي لازم يكون في ديفرنشال بريشر ما بين الاثنين. انا ببقى شحنه بعض الفالفز يعني بتبقى مشحونه ببريشر جوه البيلو بتاعتها والانيولوس بضخ من خلاله او اذا كنت بضخ من خلال التيوبنج يعني ايهما اكتر. طيب في عندي نوعين اتنين من الجاز فالفز اللي بتبقى موجوده في السترنج. نوع الاولاني اللي اسمه اوبريتنج فالف، الاوبريتنج فالف ده هو اخر الفالف تحت في السترنج خالص اللي هو ذا ديبست فالف ان ذا سترنج اسمه اوبريتنج لان ده هو الاول واحد بيفتح
وبالتالي يبدأ يخفف في اللي بعده وهكذا، يبدأ إيه يفتح لك واحدة بواحدة وهكذا. طيب designed to ensure proper gas amount is injected in the tube. طيب ثاني حاجة اللي هو unloading valves اللي بتبقى فوق بقى، وهنتكلم على unloading process كمان شوية. نقول installed above the operating valve، يعني هم اللي فوق دول كلهم اسمهم unloading. will progressively reduce the static level in the tubing when it is first put on production or returned after well intervention operation. ده الشكل بتاع الجاز بوكيت ماندريل زي ما انت شايفه كده بالمنظر ده كده حضرتك. ده اول ما بينزل بيبقى زي ما اتفقنا ان الجاز بوكيت ماندريل ده انا ممكن زي احط فيه 50 حاجه بس. المين جوب مين اللي بيحطه دايما فيه جاز ليفت، طبعا ممكن نحط فيه اللي هي بتاع الدامب فالف، ممكن نحط فيه دامي الفالفز، ممكن نحط فيه اي حاجه، ولكن في الابلكيشن بتاع الجاز ليفت احنا بنحط فيه جاز ليفت فالف موجود جوه. ده اسمه سايد بوكيت ماندريل، وده بيبقى متكون مع بينزل وبيتركب فيه التيوبنج بتاعك كجزء من الكومبليشن. وزي ما اتكلمنا قبل كده وارجع لمحاضره الكومبليشن تولز هتلاقي حضرتك فيها الكلام ده كله بالتفصيل. طيب البريشر جاز ليفت فالف سكيماتيك زي ما انت شايف كده بيبقى منظره عامل ازاي. زي ما انت شايف اهو بيبقى من تحت كده ده حاجه اسمها الاب ستريم وده الداون ستريم اللي بعده، فده اسمه الاب ستريم والداون ستريم. ايه اللي بيحصل؟ حضرتك فيه هنا بريشر موجود، انا عندي هنا في دايفرام، والدايفرام ده في هنا عندي بلو يعني زي مخده كده او خداديه او يعني اوكي ده المعنى، لكن بيبقى مشحونه بالبرشر. الدايفرام ده الدايفرام وده بيبقى مشحونه بالبرشر حضرتك. بيبقى حضرتك ده ضاغط على فين؟ ضاغط هنا على البورت قافله. فلما البريشر اللي موجود هنا عشان كده بقول لك لازم يكون في ديفرنشال بريشر، في ديفرنشال في بريشر انا ببقى شحنه بيه وبقول والله مثلا ما اجي اضخ هنا مثلا هضخ وليكن مثلا سي ب 200 بي اس اي فيبقى هنا 50 بي اس اي وليكن يعني. فحضرتك هنا الاب ستريم اسف الاب ستريم بريشر بتاعنا هنا كده من بريشر بيبقى عالي بيبقى اعلى، فبالتالي بيضغط على البول بورت ده يرجعه لورا، وبالتالي حضرتك يبدا يحصل معايا عمليه اللي هو الفتح بقى يشيب يبدا يفتح لي الفالف يعدي من هنا كده يعني، وبالتالي يبدا هنا تلاقي التيوبنج بتاعتك تبدا الغاز بتاع الغاز يخش مع الزيت ويبدا يطلعه لك فوق لانه بيقلل الهيد بتاعك. طيب لما نبطل او يحصل نبطل يعني بريشر او نبطل الغاز اللي بنضخ فاوتوماتيك ده بيقفل علشان السبرينج اللي موجود هنا، وطبعا ده بيوضح لك بالظبط الشكل بيبقى عامل ازاي بالمنظر ده. طيب بنقول البريشر جاز ليفت فالف سكيماتيك، بنقول اجاز ليفت فالف از بيزيكلي بريشر ريجوليتور از شون ان ذا فيجر، طبعا الفيجر اللي فات ذا سيم نومنكلتشر يوزد ان ذا جاز ليفت فالفز. فبنقول the spring supplies downward force which keeps the ball on the seat، وبالتالي هو في وضع القفل كده ان السبرينج بيخليه مقفول يعني. The diaphragm act as a responsive element of the area for the upstream pressure to act on اللي احنا بنحكي عليها ديت. بنقول this upstream pressure results in upward force، زي ما نقول كده الابستريم ده بيرفع فبيعمل upward force which tend to push the ball off the port seat، وبالتالي حضرتك البورت اريا ديت بيحس بتاكت از اريا فور جاز باسج اند ذا اليمنت اند ان اليمنت اوف اريا فور ذا داون ستريم زي ما اتكلمنا عليها. فبنقول ذا داون ستريم بريشر ويل اولسو ريزلت ان ابورد فورس تندنج تو بوش ذا بول اوف ذا بورت سيت. طيب سينس دايفرام اريا از سيفرال تايمز لارجر ذان ذا بورت اريا سو اتش بي اس اي فروم ذا اب ستريم A change will alter the resultant force more than the same pressure charge change on the downstream side. يعني خلاص؟ طيب ده الشكل بتاع السايد بوكيت ماندري اهوت، من جوه بيبقى موجود فيه الجاز ليفت فالف زي ما انت اوريك كده، ده شكله اهوت ومقفول من بره، وده شكله لما قطعنا فيه كروس سكشن وفتحناه من جوه. زي ما انت شايف كده البوتوم لاتش اهي موجود اهي بالظبط كده، ديت حضرتك اللي بنركب فيها دي اللي بيركب من خلالها في قلب السايد بوكيت ماندري. وايها اللي احنا بنحكي عليه بقى اللي هو هنا ده سبرينج يعني، وده عندك هنا حضرتك ده الاب ستريم بتاعك اهو، ده الانجكشن جاز انترز ذا بورت فروم هير اكتس اجينست ذا بيلوز تو انسيت ذا بول سيت اللي هو الموجود هنا ده كده. عندك من فوق هنا في حاجه اسمها البيلو اللي هو اللي هي بيبقى موجود بيبقى بتشحن بالبريشر اهي، ده شكلها من فوق من هنا كده اهي، ده شكلها من هنا كده سوري اسف من هنا كده، وجوه طبعا ده هنا اسمه الابر سيل يعني عشان الشكل الخارجي يعني خلاص.
ده الابر سيل اهوت بتاعنا اهو، وده البورت اللي احنا بنقول عليه اللي هو موجود اهوت، وده اللور سيل بتاعنا اهو بالشكل ده. طيب هنتكلم ازاي، ادي الشكل بتاعه اجمالا زي ما انت شايف اهوت، لما نيجي نقطعه حتت اهو زي ما انت شايف. هنقول ايه اللي موجوده فوق ده، اسمه نيترون تشارج، اللي هو حضرتك ده بيتشحن منه النيتروجين عشان املا البلو اللي موجوده دي. نمبر بي اهي فوق اهيت، اللي هي اللانج بتاعنا ديت، وديت بنبقى تحتها البلو، البلو ده هي زي ما انت شايف كده بيبقى مشحونه بالبريشر بتاعنا. سوري نمبر سي اللي هي اسمها سوري السي دي اللي هي البلو بتاعنا. نمبر دي عباره عن الستيم زي ما انت شايف اهوت، الستيم بتاعنا بيبقى ده سوري ده الستيم بتاعنا اللي هو نمبر دي اللي هو ده اهو، خد بالك انت. ونمبر اي اللي هو البول بتاعنا اللي هي هنا كده البول، وده السيت بتاعها تمام كده. ومن تحت بقى زي ما انت شايف كده في نوز هنا كده عشان يبقى شابك هنا في الحته اللي موجوده تحت ديت. وده تيوبنج بورتس بتاعتك اللي هي جي اهي مظبوطه اهي عشان تشوفها برضو. يعني اجمالا ده الشكل لما احنا فصصناه وعملناه حتت عشان برضو تبقى شايف واخد بالك من جوه. طيب زي ما انت شايف كده من جوه هنا كده في سبرينج موجود اهوت، وفيه من هنا الباك بتاعتك عشان تخليها بالمنظر ده قافله على طول. طيب في نوعين زي ما قلنا، في كيسنج بريشر اوبريتد فالف وفي تيوبنج بريشر فالف. ده الشكل بتاعه، ده بتاع التيوبنج وده بتاع الكيسنج، ومش هنطول فيه عشان ما نضيعش وقت. طيب الجاز ليفت فالفز في عندك نوعين اتنين، نوع اسمه برودكشن بريشر اوبريتد فالف، ونوع تاني بيشتغل بالديفرنشال بريشر اوبريتد فالف. طب البرودكشن ده لا ممكن ما يبقاش ديفرنشال، يعني ممكن حضرتك يكون شغال اوتوماتيك من غير ديفرنشال، يعني ما فيش بريشر، يعني ممكن السبرينج هو اللي يقوم بالمهمه يعني. وطبعا عندك في حاجه اسمها كومبينيشن فالف، ثروتلينج فالف، وانجكشن بريشر اوبريتد فالف. خلينا نتكلم على النوع اللي هو الديفرنشال والانجكشن، لان دول الموست كومن اللي احنا بنستخدمهم. فبنقول اول حاجه اللي هو الانجكشن بريشر اوبريتد فالف. زي ما انت شايف كده في الانجكشن اوبريشن هنا كده هتلاقي حضرتك ان الستيم ده اهو، ده الفتحه بتاعتك، الفتحه بتاعتك اهي، والسيت بتاعك فوق، يعني دي الفتحه دي فوقيه، الفتحه ديت موجوده فوقه، فوق السيت بتاعك من هنا يعني فوق البورت. طيب ايه الفكره بقى منه كده؟ هيقول لك اهو في الانجكشن اوبنز اند كلوزد ان ريسبونس تو changes ان جاز انجكشن بريشر. بنقول ذا دوم از تشارجد تو ا سبيسيفايد بريشر وذ نيتروجين، الدوم اللي فوق دي بتبقى مشحونه بالنيتروجين ات ا كنترولد سيرفيس تمبريتشر. وبنقول ذا بيلو سيرف از فليكسيبل اور ريسبونس ايليمنت. طبعا البيلو ديت يعني فليكسيبل اور ريسبونس ايليمنت، ليه؟ هذاك البريشر زاد فالستم ده رفع البورت بتاعك ده اتفتح، فيبدا يخش لك هنا الغاز ويعمل لك الشغل المطلوب هنا. طب لما يبطل او يحصل مشكله ده الدوم دي تيجي قافله الفالف ده مره ثانيه خلاص. طيب نقول when the port is open the annulus and the tubing are in communication زي ما حكينا من شويه. ونقول because the large area of the pillow هنا كده the large area of the pillows تمام of the elo of the below sorry is much charged than the area of the port، لان طبعا ديت اكبر من البورت بتاعنا يعني. and since the bellows is exposed to casing pressure the casing pressure controls the operation of the valve. نقول البيلد اب ان انجكشن بريشر اوبنز ذا فالف اند ريدكشن ان انجكشن بريشر كلوزد ات، زي ما حكينا عليها من شويه. وقلنا ان انا كل ما بيكون عندي زياده في البريشر فبيكون على طول مفتوح، لا قدر الله لو قل ده بيتقفل على طول. الانجكشن بريشر اوبريتنج فالف ده كان بي كلاسيفايد از بالانسد اور ان بالانسد فالف، يعني ما ده. طيب النوع الثاني في نوع اسمه برودكشن بريشر اوبريتد فالف، واخد بالك انت، واسمه اللي هو الديفرنشال بريشر اوبريتنج فالف. طيب ايه الفرق بقى ما بين الاثنين؟ زي ما انت شايف كده ده اسمه برودكشن تمام. زي ما انت شايف كده البورت بتاعك اللي موجوده هنا كده ده زي ما انت شايف كده الجاز بتاع اللي هي البورتس بتاعتك دي موجوده تحت البورت، موجوده فين؟ تحت البورت، والسبرينج هو اللي بيقوم بالدور القفل وكده. طيب يبقى زي ما نقول كده تاني بنحكي اهو، نقول ذا برودكشن ده ذا برودكشن بريشر اوبريتد فالف، يعني ذا بورت The port is exposed to injection pressure and bellows are exposed to production pressure. خلاص البيلوز ده اهي معرضه ليه؟ للبرودكشن بريشر. والبورت ده اهو معرض لمين؟ للانجكشن بريشر من هنا. طيب فبنقول ان ده our production pressure controlled valve
بنقول البرودكشن بريشر كنترول فالف ده ار دبل اليمنت فالفز وذ بوث سبرينج اند دوم may or may not be charged. طبعا ممكن يتقفل او يعني يتشحن او لا to supply the valve closing. وبنقول it opens and closes in response to tubing pressure relative to the casing pressure. يعني بمعنى ان هو بيبقى الريسبونس ما بين هنا وهنا هو اللي بيحكم البريشر هنا على بعضه، ولكن في الناحيه الثانيه لا، في الانجكشن على طول الاندرس هو اللي بيحكمك دايركتلي. بنقول no pressure charged doom but spring acting against the stem and only ball. فعندنا بقى في حسابات كتير قوي بتتعمل في الجاز ليفت، انا مش هدخلك فيها لان طبعا احنا مش معنيين بيها هنا خالص دلوقتي. فعندنا حاجه اسمها عشان اوبن، عشان يحصل اوبننج يعني، ففي حاجه اسمها فورس اب، عشان يحصل كلوز في فورس داون. طبعا دي حسابات معقده فمش هدخلك فيها خالص، ولا محتاج ان احنا نضيع وقتنا فيها خلاص. طيب الجاز ليفت ماندرز زي ما انت شايف كده ده بالمنظر ده. طيب في عندك بقى عشان دلوقتي، عشان انا دلوقتي ادخل دلوقتي انا نزلت مثلا بضمي فالف، عايز انا اعمل الكيك او الكيك اوفر تول ده. ايه هي الكيك اوفر تول اللي بنزل بيها الفالفات بتاعه سوري الانجكشن الجاز ليفت، او لو ما اجي اشيلها يعني سواء انزلها او اطلعها. في عندك حاجه اسمها كيك اوفر تول بتنزل بالسليب لاين دي باختصار شديد اهو. كيك اوفر تول از ران اون واير لاين يعني او سليك لاين اند يوزد تو بول اند سيت جاز ليفت. نقول ذا ability تو واير لاين، واير لاين هي اللي هو سليك لاين يعني، تشينج اوت جاز ليفت فالفز جيفز جريت فيزابيلتي فور ان جاز ليفت ديزاين. طيب الكيك اوف تول راننج سيكونس زي ما انت شايف كده، ادي عندك اهي دي نفسها الكيك اوف تول اهي زي ما انت شايف، من تحت ده راكب فيها، من تحت مركبين فيها التشيك الفالف اللي احنا بتاعنا، الفالف اللي احنا هننزله زي ما انت شايف اهوت، نفس الفالف الجاز ليفت فالف اهو موجود، وديت التول بتاعتنا. في التول ديت حضرتك بعد كده بتركب جوه حاجه اسمها جوه سيريز يعني، فطبعا احنا خدنا قطاع من جواها بالمنظر ده. دي التول، دي التول بتاع حضرتك اهوت، وده جواها الفالف اللي احنا بنحكي عليه يعني. اما نيجي نشوف بقى ازاي بنركبه، اول حاجه برن التول عادي خالص اهو تمام ستريت، ثم اعمل لها اورينتيشن. يبقى اول حاجه رانن هول، ثاني حاجه بعمل لوكيشن اند اورينتيشن او اورينتيشن زي ما تشوف، بلف التول بتاعتي او بخليها تلف. طبعا ده السليك لاين هنتكلم فيها بالتفصيل بعدين، بحيث ان انا بجيب الاثنين دول قصاد بعض تمام. وبعدين بعمل ايه؟ بعمل حضرتك تريجرنج او بنزل لتحت شويه كده فبتتفتح معايا التول، يعني بدي جار كده فالتول بتتفتح معايا، التول فتحت معايا فباجي نازل لتحت اهو بالظبط كده، فبيجي الفالف بتاعي يتسيد في السايد بوكيت ماندريل، وبعد كده بعمل انلاتش او ريليز للتول واجي طالع لفوق، وهنتكلم عليها بالتفصيل جدا لما نتكلم في محاضرات السليك لاين ان شاء الله بعدين. نقول ذا موست فاندمنتال ديزاين ايشوز ار، ايه بقى الحاجات اللي بتاثر معايا في الديزاين بتاع الجاز ليفت؟ نقول هاو ماتش جاز انجكشن، يبقى اول عاملين ايه هو؟ اول حاجه هاو ماتش جاز از تو بي انجكتد، نمبر 2 ات ويتش ديبس تو انجكت، دول العاملين الرئيسيين اللي بيتحكموا لي. وبالتالي تو ادريس ذيس ايشوز وي ماست بي ايبل تو ديترماين هاو ويل از لايكلي تو بيرفورم اندر ديفرنت اوبريشن كونديشن. فبنقول اول حاجه اللي بتاثر معاك حاجه اسمها الفورميشن ديليفرابيلتي، اللي هو مقدره الفورميشن ان هي توصل للحاجه اللي هو بين الريزرفوار بريشر والبي دبليو اف يعني. تيوبنج هيد بريشر طبعا اللي انا محتاجه، انا محتاج قد ايه تيوبنج هيد بريشر عشان عندي فاسيلتي فوق على السيرفيس. ثالث حاجه التيوبنج دايمتر، رابع حاجه الجاز انجكشن ريت، خامس حاجه اخيرا الجاز انجكشن بريشر بتاعي. فبنقول هنا زي ما قلنا حضرتك اهوت ازاي اصلا انا بيبقى الديزاين بتاعي عامل ازاي. فبنقول انت عندك هنا ده الريزرفوار بريشر اهوت، حضرتك البريشر بينتقل الى حاجه اسمها البوتوم هول فلوينج بريشر، زي ما اتفقنا ان احنا لو البوتوم هول بريشر بتاعك ده كمل الكاستريت هيوصل للنقطه ديت، مش هنعرف ننتج حاجه. فبنقول ان حضرتك في عندنا حاجه اسمها نقطه اسمها البالانسد بوينت، واحنا حضرتك بنحط الجاز عندنا فوقيها بحوالي بي شويه عشان اقدر ان انا ازود 100 بي اس اي وانا بعمل انجكشن عندي، وانا بعمل عندي انجكشن بزود حوالي 100 بي اس اي بحيث يكون له المقدره ان هو يفتح الفالف بتاعي ويوصل لي لحد فوق بالويل هيد بريشر اللي انا محتاجه، وبالتالي اقدر انتج زي ما انا عايز. طيب ايه بقى حضرتك حاجه اسمها انلودنج بروسيس اوف ذا جاز ليفت ويل، يعني خلاص انا دلوقتي البير بتاعه اهو
عملت الكومبريشن بتاعي وكله تمام، عادي عندي ده البير مليان ميه من هنا ومليان ميه في الكيسنج بتاعتي اولسو، يعني الكيسنج والتيوبنج نفس الكلام. عايز ابدا انتج، فاعمل ايه؟ فانا انزل الفالفات كلها في وضع الاوبن، يعني انا الفالفات عندي اوبن خلاص. طيب انا ببدا اعمل لهم ايه، اقفلهم واحد واحد بس، يعني افتح حاجات واقفل حاجات، بس هنشوف ازاي. فانا ببدا اضخ الزيت بتاعي من هنا، فيعمل ايه، يبدا يزيح بقى، سوري اسف، ببدا اضخ الغاز بتاعي من هنا فيبدا ياخد يفتح فيبدا ده فيبدا ده سوري اسف معلش فيبدا ده يتفتح، او ده اوريدي مفتوح، فيبدا الغاز يخش على الميه اللي هنا طبعا تطلعها لي في بره، ثم الميه ده لما تخف فيبدا حضرتك ينزل معايا للي بعده. طبعا ده اوبن، ده نفس الكلام اوبن، فلما يبقى اوبن ايه اللي هيحصل؟ الليفل اللي طبعا انت عارف ان التيوبنج والانيولوس الاثنين في بالانس ما بينهم، وفي زي اليوتيوب كده، حضرتك لما ده يحصل هتلاقي نزل معاك الليفل بتاع الميه اكتر، وانا برضو كل ده لما ينزل الميه ينزل، فالغاز اللي موجود معايا طبعا اكيد ان انا تمام مضخ، فبيزيح الميه ويحصل معاك نفس الكلام الغاز ينزل من هنا فيفتح لك ده، وهكذا يفتح ده، فيبدا بعد كده اللي فوق يتقفل نتيجه فرق البريشر، ده زي ما اتفقنا في ديفرنشال بريشر، وده يبقى مفتوح، الاثنين دول مفتوحين. وصلنا للمرحله هنا ايه، ان اللي تاخير مفتوح واللي فوقيه مفتوح، وبعد كده ده كلوزد، فاينالي اخر واحد هو اللي بيبقى مفتوح عشان اخلص عمليه اللودنج بتاعتي، ودول مقفولين. وبعد كده حضرتك ببدا يحصل معايا ان انا ابدا ايه، يطلع لي بقى الزيت وهكذا وانا شغال. جاز ليفت سترينج، دلوقتي يا جماعه هنتكلم على اوبريشن بقى، انت ازاي تنزل جاز ليفت سترينج. اول حاجه بيك اب، تنزل ال 7 انش بي اتش ال باكر مع اوبن اند ستريكت. انا بكلمك على اكتر حاجه سيمبل بتنزل، هل في حاجه معقده اكتر من كده؟ طبعا ممكن بكتير. فاحنا ده السترنج بتاعنا، البي اتش اي بتاعنا بينزل 3.5 وير لاين ترجايد، وراها ماسوره، وراها ار نبل، والار نبل ديت زي ما اتفقنا هناك بيكون فيها النوجو عشان حضرتك اسيت بيها بعد كده البكر بتاعي، وحضرتك او علق فيها ميموري جيج او اي حاجه. وعندك هنا مثلا في هنا في حاجه اسمها بيرفوريتد جوينت، فالبرفوريتد هنا يبقى انا عشان هنا اعلق فيها الميموري جيج. في بعد كده بحط حاجه اسمها 3 اند هاف اف نبل معايا، هو بالمنظر ده بيبقى فيه تشيك فالف عشان اسيب بيه البكر بعدين يعني، وانزل بماسورتين، وبعد كده انزل بالبي اتش ال بكر بتاعي وفوقيه ماسوره، وحاجه اسمها الاس اس دي بنزل طبعا بالجي ال تايب عشان بيبقى الانر دايمتر بتاعه 2.81، ف 2.81 اقدر يسمح لي ان انا احط فيه تشيك فالف 2.81 او يعدي منه تشيك فالف اللي هو 2.75 لما اجي اسيت البكر في الاخر. خد بالك الجي ال تايب ده زي ما هنتكلم عليه، ده بيبقى يعني الانر دايمتر بتاعه 2.81 خلاص، فيبقى سهل. طيب عندك هنا بعد كده 3.5 فلو كابلنج فوق عشان طبعا بيبقى معايا الاس اس دي زي ما اتفقنا، وارجع لمحاضره الكومبليشن تولز هتعرف ايه فايده الفلو كابلنج، وبكمل مواسيري للسيرفيس. طيب ازاي برن الكلام ده؟ بعمل بريشر تيست اول حاجه على البكر على السيرفيس، على السيرفيس اجينست ال 2.75، وبحط المسامير بتاعتي بره، بحط 6 تيست بينز بره يعني على البي اتش ال، وبعد كده بعمل لهم ريتريف بعد ما اخلص التيست بتاعي. تاني حاجه بعمل سليك لاين بران ان هول ويز بولينج تول، واعمل ريتريف للتشيك فالف اللي موجود، وبعد كده بنزل بالسليك لاين واحط ال 2.81 زي ما قلنا على الاس في التشيك فالف بيبقى في قلب الاس اس دي زي ما اتفقنا، وبطلع للسيرفيس موجود فوق، وبعمل بريشر تيست على الكومبليشن اوبن اند جاز ليفت كومبليشن سترينج اجينست ده كفيرست واي، وبعد كده بنزل ارن السليك لاين كله بالبولنج تول بتاعتي، وبنزل بالبولنج تول اللي هي السليك لاين يعني، واعمل ريتريف للتشيك فالف، وبعد كده بنزل بالران هول لحد النقطه اللي انا عايز انزلها بالجاز كومبليشن كلها وانا نازل، طبعا بالجاز بوكيت مانجر بقى بكل حاجه وانا نازل يعني. طيب بقى اول ما نزلت تحت خالص هعمل ايه؟ بركب طبعا الاكسبانشن جوينت، اركب الاكسبانشن جوينت ليه؟ عشان حضرتك دي بتسمح لي بان انا اعمل سلاك فوق البكر فيما بعد، او تسمح لي يبقى فيها تمدد عشان لو حصل تمدد في السترنج بتاعي ما يحصلوش باكلينج ولا يحصلوش اي مشكله، وهنتكلم على الاكسبانشن ديت برده من ضمن الكومبريشن تول ان شاء الله. بنقول بقى طبعا بعمل لها فانكشن تيست على السيرفيس موجوده فوق، واتاكد ان هي اوبن كلوز اوبن والدنيا تمام. بقول بنزل بعمل بقى في الاخر خالص سبيس ان وسبيس اوت، بحيث ان الجهاز ليفت سايد بوكت ماندرز يبقى عند الدبسز بتاعته بالظبط،
والدبسس دي بتبقى متحدده من الاول وانت نازل، بيجي لك البرنامج يقول لك جاز ليفت رقم 12 عند كذا، رقم 10 عند كذا، 8 عند دبس كذا، رقم 11 عند كذا، 9 كذا، يعني بتبقى انت عارف بالظبط الدبسات اكوردنج ليها، وبالتالي بتحتاج كتير جدا من الباب جوينت عشان تعمل سبيس ان وسبيس. طب وما نزلنا تحت خالص، هنعمل هنحط الباكر بتاع، نرفع الهانجر بتاعنا ونعمل له لاندنج في التيوبنج هيد سبول بتاعتنا، وبعد كده بعمل السليك لاين بتاعي وانزل بالسليك لاين بتاعي ورن 2.8 واعمل فاينل واي، فاينل واي بريشر، بحيث نتاكد ان السترنج كله تمام ويقدر يشتغل. بعد كده بطلع بالاوبن اند جاز ليفت كومبليشن سترنج، سوري، بعمل بريشر تيست على الجاز ليفت كومبليشن سترنج زي ما اتفقنا، ده اسمه الفاينل واي تيست يعني. وبعد كده بعمل ريتريف للسليك لاين من الاس اس دي، وبعمل ديسبليس للانيولاس بريتريف طبعا ريفرس اوت يعني بي انهبيتد براين على البلاستيك شيت طبعا بيت، يعني بعملها على بالانهبيتد براين. وبنزل بعد كده التشيك فالف عشان اسيد البكر بتاعي، عشان اسيد بعد كده البكر بتاعي، وبعد كده بحط عليه سلاك اوف مثلا ويت 6 ولا حاجه عشان اتاكد ان هو سيد تماما. خلاص انا كده سيدت البكر، بعمل بريشر تيست على البكر والدنيا تمام، وبعد كده اقفل الاكسبانشن جوينت واحط اعمل تايتن لللوك داون سكرو، نيبل داون نيبل اب للبي او بي بتاعي. طبعا بعمل ريتريف للسليك لاين، وبعد كده بعمل نيبل داون نيبل اب للبي او بي بتاعي زي ما اتفقنا، وبعد كده بخش على طول اوتوماتيك في التيست بتاعي. طبعا بيجي بعد كده الناس تعمل لودنج للبير زي ما اتفقنا، وبعمل سكيورمنت بان انا بحط الوان واي واعمل ريليز للبير. الريكويرمنت المطلوبه منك كشركه اونر، لازم تحضر للراجل هيوج اماونت اوف باب جوينت عشان سبيس اوت، لازم تحضر له البكر، تحضر له الاف نيبل، تحضر له الاس اس دي، ويكون جي ال تايب. طبعا اس اس اكس اكس دي لو انت هتستخدم ار نيبل بس، لان طبعا الاكس دي بيبقى 2.75، انما الجي ال 2.81، فلو انت نازل باف نيبل فبيكون الانر دايمتر 2.75، فلازم انزل بجي ال تايب 2.81. بنزل بمواسير، طبعا بنزل بتيوب، معايا تيوبنج هانجر، معايا سيل سليف طبعا عشان الويل هيد بتاعي، ورينج جاسكت، وكل الشغل بتاع الويل هيد بتاعي اللي هو الكريسماس وهكذا. الجاز ليفت باندرز طبعا بتهندلها طبعا، وبتوديها على فكره بالمناسبه تتشحن الاول لو هي محتاجه شحن عشان تبقى عارف الديفرنشال بريشر بتاعها. المطلوب من السيرفيس كومباني ان حضرتك ايه، هيكون معاك راجل كومبليشن انجينير محترم يرن لك الجوب ده. زي ما انت شايف كده الويل بور سكتش في الاخر خالص بالمنظر ده، ده بيكون عندك هنا النبل اللي موجوده تحت، وعندك بعد كده في اللي هو البي اتش ال باكر بتاعك او الباكر اللي موجود، وعندك فوقيه اللي هو طبعا اون اوف تول هنا يعني لعله علشان لو احتاجنا نطلع بالابر سترنج فوق او اي حاجه من الكلام ده، وممكن ننزل بها مره واحده يعني من غير الاون اوف تول، لكن الاون اوف تول طبعا قاعدين نتكلم عليها ان شاء الله في الكومبليشن. ببقى نازل بيها، ومعاك حضرتك هنا الاس اس دي بقى اللي احنا حكينا عليه اللي هو الجي ال تايب. بعد كده عندك الجاز ليفت ماندرلز، عندي دبسات معينه ومحدده. السبيسنج يعني يا ريت ما يكونش اكتر من 5 6 قدم بالكثير او 10 قدم ماكسيموم، فبالتالي انت بتحتاج عدد كبير من الباب جوينتس عشان تعرف تعمل سبيس اوت ديبند على الجاز ليفت ماندري اللي موجود عندك. ده كانت محاضره النهارده عن الجاز ليفت، اتمنى يا رب اكون قدرت اوصل المحاضره بشكل سلس وبسيط ليكم. اشكركم وان شاء الله القادم احسن، وتحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.